اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. عارفه راسي غبرت عليكم، ولكن كونوا اكيدين الظروف خارجه على الاراده ديالي. الوالده ديالي كانت عيانه ودارت واحد لوبيراسيون، وكنت مضطره انني نقابلها نخلي المنزل ديالي، ولحد الان انا عندها. وانا كانت صاحبتي جات تشوفها كيفاش بقات، وكنت كنوجد كل شيء بليله قبل، وانا نقول علاش لا ما نشعش الكاميرا، وبانني غبرت وماما ولات شويه نشارك مع البنات النهار ديالي كيفاش غيدوز. انا غنحاول نشارك معكم الكيك ديالي اللي شفتو دابا في لا فيديو، ولي شوسون، الكيش. وجدت كل شيء بليله قبل، غنحاول نشارك معكم المراحل. وهنايا درت واحد الكيك عاديه ديال جوج بيضات، كنسقيها بكاس ديال الحليب بارد، خاصها تسقاو هي سخونه، وهاد الكيك صراحه كتجي يا سلام. فغادي تشوفوا معايا كيفاش غنوجد. هنا كنسقيها، والكاسرونه شنو فيها؟ فيها اطرد الحليب، 4 معالق نشا، فلون ديال الشوكولا وكاراميل وفاني كيعطي واحد الميلونج خطير، وواحد ياغورت ديال الشوكولا دانيت وديال الكراميل والسكر. كل شيء غادي نخلطوه فوق البوطه ونبقاو نحركو ما نساوش عليه. وانا غادي نوجد حتى لاباط بريزي ديال الكيش، غادي تشوفوا معايا كيفاش غنوجدها، ونبقى نحرك او ميم طون هذيك اللي في الكاسرونه ديالنا. المهم هنا غندير واحد جوج كيسان كبار ديال الدقيق يكونوا عامرين، وغادي نزيد مليحه بزار زبده سونترال واحد 3 معالق كبار، ونص كاس ديال زيت العود وزيت العاديه وبيضه. هاد لاباط بريزي كتجي خطيره، وكراكم عارفين ما فيها لا خميره لا والو، نقدروا نسولفوها ونديروها في الفريغو تبقى حتى سيمانه ماشي مشكل. فانا غنحتاجها حتى للصباح. غادي نخلطها كيف ما كتشوفوا، ما كتحتاج تعجن، غير نخلطوها بالاطراف ديال الاصابع ديالنا. وهنا كانت محتاجه زدتها واحد 3 معالق ديال الماء وصافي. هنا درتها غنديرها في الفريغو سلوفان وفي الفريغو. وكيف ما غادي تشوفوا الكيك ديالنا غادي نديرها في الثلاجه. والناس اللي عارفيني في اي حاجه درتها كنحاول نغسلها باش الدنيا تبقى مطرفه، حيت مازال تابعاني الخدمه. وهنايا غادي ناخد ندير الحشوه ديال الكيش. الحشوه ديال الكيش تقدروا ديروا اللي بغيتوا. فهنا غنحاول نوجد حتى الحشوه ونديرها في سوبيره، باش غدا غير نعمر وندير في الفران، ونعطي الوقت لصاحبتي العزيزه الله يحفظها ليا. فهنايا غادي ندير مقله وغندير فيها بصله جناوح وتقلى مزيان حتى تكاراميليزا، ونزيد عليها فلفله وكورجيت محكوكه. غادي تشوفوا معايا كل شيء بالمراحل. انا كنعسلها هكا في البصيله، وغادي نرمي عليها الخضره باش كل شيء يطيب، وغادي نرمي عليها حتى الربيع قزبر ومعنوس، كنور ديال الحوت، الصوجة والعطريه. خليكم معايا فريمون قسما بالله، الا هاد الكيش جا خطير، جا بنين بنين بنين، لي شوسون جاو كيدوبوا في الفم فريمون، داكشي يا سلام. وضروري الخضره ديالكم تقلى مزيان وتاخذ وقتها في الطياب هكا باش تجي لذيذه. ما نساوش العطريه ديال الحوت، هي اللي كندير تحميره، خرقوم، بزار، سكنجبير والصوجة وكنور ديال الحوت، كتعطي واحد المذاق يا سلام. وفي الاخر كنرمي الربيع وهاد، وما نساوش الدجاج. الدجاج فدغيا كيطيب، كنجهد عليه العافيه، كنديو كنجيبو وباش ما يطلقش ليا الماء، ودغيا كياخد طياب. صافي هنا طفيت عليها، وغنديرها في واحد السوبيره اللي غنديرها في الثلاجه حتى الصباح، غادي نعمر الكيش ديالي بحول الله. فهنا شنو غادي نوجد؟ لي شوسون. لي شوسون جاو رطبين خطيرين وساهلين. كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الزيت، خميره ملحه ملحه وسنيده، والدقيق. وتهيه ما كتعجنش، غير كنجمع الخليط وكنخليه يرتاح، نخليه يرتاح، دلكتو غير شويه هكا غير بيدي خفيف، كتعجبني الحاجه. صافي درت عليها السلوفان وخليتها تخمر، وهاد الحشوه جات خطيره البنات، غير جربوها في هاد رمضان. شديت بصيله قرطتها، حكيت كورجيت وحكيت ليشو، هادشي كله ما غاديش يبان، ما غتحسوش به. هذه العماره ديال لي شوسون. فلي شوسون غنديرهم يطيبو غدا، غير غادي نسخنهم. هانتوما غادي تشوفو، خديت زيت العود، درت حتى زيت ديال الطون، ودرت العطريه ديال الحوت اللي درت معكم، كمون، ملحه، بزار، سكنجبير وتحميره والصوجه والهريسه والكنور ديال الحوت، حتى هي كتعطي مذاق زوين كيف قلت لكم. وهنايا غادي نخلي هاد الشيء ياخد حقه وفي الطياب، وغادي نزيد عليه شامبينيون نوار والطون. فهنايا كتشوفوا في البانيو شنو درت، درت بطاطا مسلوقه معكته مزيان، وزدت عليها حك ديال الطون، وعاد غنزيد عليها هادشي اللي خدمت معاكم. هاد الحشوه كتجي خطيره في الكيش ولا في لي شوسون ولا فاش ما بغيتو.
في مسمنات معمري. المهم هاد الحشوه انا بنختارها وعجباتني، درت فيها عليه ريساجه حاره زوينه. وهنايا من بعد ما ارتحت ديال العجينه دلكتها هكا بالمدلك، وراكم عارفين لو شوسون كيفاش كيتخدموا. كنعمر هكا بفخوماج ساندويش وكنسد بالفورشيطه، وغادي ندهن بالبيض والصوجه باش يجيني اللون زوين ويتحمروا جو خطيرين، جو هشاشه البنات. هنا خشيتهم في الفران، ومن بعد ما تحمروا انا جبتهم وشاركتهم معاكم كيف ما كتشوفوا، جو زوينين وخفاف. انا غنديرهم في واحد السوبر وغنديرهم نيشان في الفريكو، وغدا ملي غنبغي نسخنهم غنجبدهم نيشان الفران ديريكتومون، كيجيو بحال يلاه طيبين. المهم كونوا اكيدين غيجيكم يا سلام وسهلين. انا ديما كنوجد ليله قبل وكنعطي للضياف في الوقت ديالهم، هذا هو الخدمه ديالي. وهنا الصباح صباح صباح حليت عيني النيشان، خديت هذا المول اللي كيتحل، غادي نسرح الكيش ديالي حيت صاحبتي غتجي في الصباح تغدى معايا. انا سرحت الكيش ديالي ودرته في هذا المول هذا، وغادي نثقبه مزيان بالفورشيط، ودرتو يتحمر نص طيبه وجبدتو وخليته حتى نحتاجو. ونجات صاحبتي العزيزه الله يحفظها ليا، شوفوا البنات ونعم الصحبه قسما بالله الا كنقولها بدوني، يعني هي عارفاني ما كان جاملهاش، هي عارفه كل شيء. فصاحبتي وديال قلبي فريمون، سمعت ماما مريضه جات قالت لي ولا بد غنشوفها، وضربت الطريق مسكينه. وراكم عارفين في هذا الكونفينمون راه كلشي صعاب، فهنا حاولت نعطي غير شي حاجه حلوه هكا تذوقها باش ناكلو كسيكسو، وغتشوفوا الطريقه. خليكم معايا. معايا صاحبتي الكوزينه ضروري ضروري، حتى هي نهار جات عندي دخلت معايا الكوزينه، بحق هي مسكينه دخلت انا راه ما درت والو، كاع دوك الشيوات اللي كتشوفوا في القناه داك الشيء اللي كندير. نزيد كسيكسو زيد لا لا نشوف نشوف صافي مره انا نشوف اليوم. يلا انتم معايا دابا نديروا واحد كسيكسو، واحد كسيكسو عبد العلم مزيان تيكون معيلك. هانتوما معانا، ما زربتش عليها البنات بداك الشيء، عطيتها غير تحلي فمها باش كومسا ندخلوا في كسيكسو طول عرض بحول الله. خليكم معانا. كنا غنبداو كسكسو، مسكينه جابت لي كادو، والله حتى غير ما حنتي راسك قسما بالله. لا لا بالعكس سهلي ما كثر صاحبتي، ربي يحفظك ليا. هادو عارفاني صاحبتي هادشي زوين ديال لي سوا لافغوز، صليتي فيا اختي ياك؟ نشوفو هادشي يا بسم الله. شو شو جود؟ والله حتى غير كلفتي راسك عيقتي. ديال من انا جبت الجود انا. غنحلوها انتوما معايا. شوفوا البنات التيشيرت شحال فن، جابتو الجود الله يعطيك الخير، نرد عليك ساعة الخير شكرا. شوفوا هانتوما البنات غنديرو بالملج، غتشوفوا الطريقة ديالي ديال كسكسو بحول الله. درت زيت العود مع زيت العاتية وبصيلة، شحرت شي مزيان اختي على الناس الحال. فمن بعد ما درت بصيله غندير درت كنور ديال الزعفران، درت خرقوم البزار سكينجبير والسمن وماتاشو، غنخلي كلشي يتقلى. والما درتو كيغلى كنروي بالماء سخون، وهنا عاونتها في الخضره غادي نرمي الخضره، غنخلي هادشي يتقلى مزيان مزيان مزيان، وغنرمي الخضره اللي كتشطيها اللي هي خيزو واللي شو واللفت، وغادي نروي ونخلي هادشي يطيب ونجي ندير كسكسو. درت كيلو ديال السميد وخديت زيت العود هكا، وعاد درت الماء كنبسبس في زيت العود ودرت الماء. هاد الطريقه كيجي كسكسو يا سلام، كيجي حبه حبه كيجي زوين. وصافي عاود ثاني الطريقه الثانيه، ورميت القرعه الحمراء والخضراء، وانا كيف ما كتشوفوا غنسقي جا خاطر جا معلك. هذا كسكسو في خاطر صاحبتي كي جاكم البنات، كاين المعنى ولا لا؟ حقكم في الجنه. ودابا ناكلوه. لا عاد كملنا هالقصريه غسلناها، وها البنات النشاط فريمون قسما بالله حتى هاد الشيء اللي شديت. ها هو لو كيش عمرته، ها هو كيتحمر لي شوسون هما كيسخنوا، بلوس قطعت قطعت انايا المهم ديني الفي حليوات. هادي جابتها عدوستي معمره، هادي معمره زوينه. وهادي كاطو ديال صاحبتي هنا، خاصك تحليها حليها، ومازال هانتوما معانا. باقي لي غادي نجبد الكاطو ونحلو ونوريه ليكم لي صايبنا اونصومبل البارح. ها هو
والكيش ديالنا محمر. هاد لاطاغ جابتها صاحبتي كيف قلت لكم، هاد ديال الكيك اللي خدمت معكم البارح، زينتها بهاد لي بيبيتو بدانات، وكيف ما كتشوفوا لي شوسون جاو خطيرين، وهاد الحريشه معمره بالطون وبسيله حتى هي كتجي توب. البنات دابا دوشت، خديت الدوش ديالي وفي الموت نعس، غنشف شعري فيت في وغادي الناس بحول الله، عييت فريمون بان فيا العيا. عاد سالت الشقا وخديت الدوش ديالي، مشات صاحبتي الحبيبه مشات قبيله وفي الكوتي دارت، وما انا حتى دوزت عييت عليها صايم الله يقبل، كنت اجي ونسينا، وجبت مع الاخت ديالنا ودازت عشيه زوينه، تونسنا وضحكنا ايوا لا يحرمنا من هاد الجماعه يا ربي. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وبحول الله ما غاديش نبقى نغبر عليكم بزاف، غير سمحوا لي راكم عارفين الظروف وديجا رايت كيكم. المهم البنات مباشر مبروكه و نحب لكم، تصبحوا على خير من هاد المنبر. باي باي.